قولي لي ليه حضرتك موجوده النهارده عند جامع مصطفى محمود؟ عشان النهارده اليوم اللي احنا بنعفن فيه على الصهاينه مش على المصريين. النهارده يوم احتفال، الشباب كان زي الورد، اهاليهم لغايه دلوقتي حاطه صورهم عشان ماتوا واستشهدوا عشان بلدنا ترجع لنا. النهارده عيد تحريسي، طبيعي جدا ان اي مدرس موجود على الحدود الوقت المثالي ان احنا نقول له شكرا، كل سنه وانت طيب، واحنا نكون موجودين ورافعين العلم ونقول لهم ان احنا فاكرينهم، مش ان احنا متاسفين جايين نعرضهم في اكتر يوم نزفتوا فيه دم واكتر يوم اهاليكم تعبوا وشقوا لغايه دلوقتي ذكراكم موجوده. تمام. طيب في ناس تانية في اماكن تانية بيتظاهروا ضد بيع جزيرتين صنافير وتيران، تقول لهم ايه؟ والله لو السيسي باع كنا احنا اول ناس وقفنا ضده، لان احنا مش مع السيسي عشان احنا بنحب السيسي او عشان عيونه سود، لكن احنا مع السيسي عشان هو بيحب البلد. الراجل ده بيفصل في الجنيه عشان يوفروا لمصر، مرمط